مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وما خفية. من تدريس القانون بكلية الحقوق إلى المجلس التأسيسي بعد تجربة نضالية طويلة في تيار اليسار، ثم يلتحق بحركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي، ثم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اللي تولى فيه منصب الأمانة العامة، كان واحد من قيادات اعتصام الرحيل اللي أطاح بحكومة الترويكا. 2016 يتولى منصب وزير الفلاحة صائفة 2018 بعد اجتماع ما عرف بوثيقة قرطاج 2، يدخل في خلاف مع قيادات حزبه، ثم يقرر تجميد مهامه كأمين عام لحزب المسار ويغادر الحزب نهائيا بعد استقالة ينشرها على الفيسبوك. استقالة كانت صادمة لرفاق النضال في العائلة اليسارية، وأيضا صادمة للرأي العام. اتهم أنه ضحى بحزبه من أجل كرسي الوزارة، وأخيرا يقرر الالتحاق بحزب تحيا تونس، حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ضيفنا الليلة في حلقة الليلة من برنامج وما خفية هو وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الأمين العام المستقيل من حزب المسار والملتحق حديثا بحزب تحيا تونس. سي سمير مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة في برنامج وما خفية. بطبيعة الحال التقديم تاعك يثير في بعض الردود ولكن أقبله كما هو. مسالش أنا جايين توا للأسئلة وللردود، إن شاء الله يكون صدرك رحب. تعرف معك أنت صدري رحب. طيب سؤال اللي طرحوه تقريبا التونسة كل وحتى متابعيك وحتى الناس اللي ينشطوا في حزب المسار، سمير طيب المناضل اليساري ابن حركة التجديد وأمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعلن نهار 28 مارس على الفيسبوك في صفحتك على الفيسبوك تعلن استقالتك من عضوية الحزب ومن كل هياكله، مجلس مركزي، مكتب سياسي وأمانة عامة، وتقول لم أعد معنيا ومسؤولا عن الأعمال والأفعال والأقوال الصادرة عن هذا الحزب. علاش استقال سمير طيب من حزب المسار؟ شكرا، والفرصة هذه مكنتني باش نوضح، لأنه الحديث والجدل كثر برشا وأنا الحق ما عادش نحب نخرج ونجاوب، جو با بوليميكي، ما نحبش ندخل في جدل مع حتى حد، ولكن فرصك يبدا برنامج جدي مع اعلامي جدي ما من نحب ن... لا وفيك لا 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 ما احنا انا توا شوف واحد يدخل الحزب السياسي باش يمارس قناعات، وصدر الحزب ذاك يجب ان يكون متقبلا للقناعات هذه. احنا ديمقراطيين وتعدديين ونضالي، ونضلت مع برشا ناس كبار ونذكر منهم المرحوم احمد ابراهيم وغيره من اللي مازالوا على قيد الحياه وربي يطول في اعمارهم. تعلمنا اننا نعبر على القناعات بتاعنا بصوت عال ونقنع كي نحاول نقنع وامتثل لقرارات الاغلبيه لما تكون هناك اغلبيه. اما اللي ما نحبوش هو انه فما اخلاق في السياسه وفما قيم ما نحملها لما نشوف ان هناك انحراف على القيم وانحراف على الاخلاق نتاع السياسه. نقول باستا، نجم نمارس قناعاتي في مكان اخر، وهذا اللي يفسر هذا الكل بدون ان ندخل في جزئيه اخرى، هذا اللي يفسر الكل. ولكن بالنسبه لي انا السياسه، علاش استقلت سمير؟ استقلت لانه نعتبر انه التوجه السياسي نتاع المجموعه اللي انا لما مشيت الوزاره في حزب المسار في الاتحاد المنوي، نعتبر انه الخط السياسي هذا مش خط المسار. مش خط المسار؟ اليسار هو حزب المسار هو اللي وصلك للوزارة. لا 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 لا، وباسم حزب المسار دخلت الحكومة. مش أنا مش قلت الخط اللي يمثله اليوم العباد، الخط السياسي العام، الخط السياسي اللي توا قاعد مبلور في حزب المسار. بدل الحزب؟ لا تخد اللي بدل، لأنه خطنا احنا كان خطنا يقوم على الاستقلالية، استقلال الفكري نتاعنا، موقفنا نبلورها داخلنا بالعارك وبالصياح وبالعيات وبالنقاش. علاش اليوم معاش خط مستقل؟ لا لا، اليوم نعتبروا ان الخط هذا خط فيه تاثيرات خارج الحزب، وبالتالي انا لا يعنيني. كان جات المواقف كلها من داخل الحزب انا كنت نقبلها، اما لا مواقف تجيك من اطراف سواء كانت يسراويه او يمينيه، خليني نقول يسراويه او يمينيه، انا ما نقبلش انه الحزب نتاعي. شنو يسراويه؟ وكان سمير الطيب يتنكر للعائله اليساريه اللي كنت انت واحد منها. لا لا، انا قلت يسراويه، ما قلتش يسراويه. لا
هذه كونوتاسيون. احنا لا 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 احنا اذا نعطي هذا التقزيم تو مثلا نعطيك مثال، احنا ما نخفيوش احنا الناس كل تعرف ان نحن ننتمي الى حزب اليسار المسؤول العقلاني اللي يختلف عن الاشياء مثلا على مواقف الجبهه الشعبيه، هذا واضح لينا، والدليل على ان كنا عمرنا ما دخلنا في تحالف مع الجبهه الشعبيه ولكن نعتبرهم رفاق واصدقاء. هذه حاجه نختلفوا على ناس اخرين سواء كانوا على يمين او على يسار، وبالتالي لما اليوم يكون تاثيرات الناس هذوما على الحزب وعلى موقف الحزب انا ما عادش نعتبر روحي معني بالمواقف هذه. على ذاك انا قلت اكدت في الاستقاله نتاعي، مش استقاله استقالتنا، على كل الاعمال والافعال والاقوال اللي تصدر على لانه نعتبرها نص استقاله. الاستقاله روى البعض اعتبروه نص مهين. لا 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 حزب المسار لا 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 ما عنده حد، يعني كيقول سمير الطيب معناها بناء عليه لم يعد معنيا ومسؤولا عن الاعمال والافعال والاقوال الصادره عن هذا الحزب، معناها وكانه معناها حزب تصدر عليه افعال واعمال او الحزب ماهوش حاجه ما هيش معقوله الحزب. وانت تعرف اي حزب سياسي مش بنيه ودكان، الحزب هو ما يختلج فيه والمواقف السياسيه البروسيه. انا نعتبر انه اليوم خليني اقول القياده يا سيدي اللي شاد الحزب لا تعبر على الارث نتاع المسار. انا بالعكس انا الموقف هذا يزمروا فيه انه تحيه المسار وارث المسار وموقف اليسار المسؤوله. هذايا انا هذا اذا موجه كلام وجه انا لست متفقا مع الخط السياسي برمته اللي توا معناها علاش ظهر توا هذا؟ لا سامحني سي ناجي ما ظهرش توا، لما برز الصراع في الحزب انا من شر جويليا من شر جويليا جمدت مهامك كامين عام. شوف من جويليا 2018 من جويليا في علاش؟ لان انا وقت اللي دخلت الحكومه شوي بشوي في اجتماع وثيقه قرطاج اثنين. لا 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 انا في الحكومه وقت عندي اكثر من عام ونص. انت من صحيح. لا اكثر من عام ونص انا في الحكومه والناس قابله الشيء هذا ومجالس مسكر كل شهر مجلس مركزي يعاودوا نفس الغنايه ونفس الحديث وصير معناها هذه مساله. وانا كل شهر نعاود ناكد ونقول مصلحه البلاد مصلحه البلاد مصلحه البلاد. شو انا في هذاك في جويليا لما ريت ان الحزب باش تقسم من اجلي انا من اجل الشخص المتواضع قلت لهم يا خويا اذا فما النقاش هل يقعد ولا ما يقعدش انا نجمد مسؤوليتي كامين عام وانا ولد المسار نجمد مسؤوليتي وقت الامور ما خذتش الطور اللي خذته تو نجمد مسؤوليتي واني في الحكومه لما تحلوا مشاكلكم قولوا لي وانا على ذمتكم بطبيعه الحال. يعني انت غادرت تقريبا غادرت حزب المسار من جويليا 2018 بطبيعه الحال تقريبا خرجت إيه؟ يعني غادرت لا 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 ما اعلنت هي استقاله غير معلنه. شو لا مستحيل لانه انا وقتها عندي اصدقاء داخل الحزب اللي اصدقاء داخل الحزب اللي عبروا على الموقف اللي نعبر عليه. ما عادش امين عام وفوزي شرفي وجنيد عبد الجواد يقولوا وهذه في تصريحات قالت انك ما عادش تحضر حتى في الحزب ما عادش معني بالحزب ما عادش مهتم بالحزب. راك كنت امين عام ومنصب امين عام يفرض عليك انك تباشر مسؤولياتك في الحزب تقريبا بشكل يومي. خليني نجاوب فهمت من الكلمه الاولى دونك مش لازم تطول. اسمعني أنا لما طلعت للوزارة مسؤولية ثقيلة جدا، وزارة فلاحة في ظرف صعيب ياسر ولو فما من عامين متحملين مسؤوليات في أحزابهم. أنا بقيت أمين عام ولم أتخلف على مجلس مركزي واحد تقريبا كل شهرين يتعاقد مجلس مركزي حتى أنه بشوي لكن جمدت مهامك سي سمير. لا لا عاد لا لا تذكى عام ونص أنا نحكي لك في أوت 2016 أول مجلس مركزي صار بعد أوت 2016 وأنا أمين عام عيننا منسق اللي هو شنو هو دوره؟ ينسق لا 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 في الاول ما كان سي جنيدي المنسق الاولاني اتفقنا عليه هو سي شمسكي اللي من بعد انقلبت عليه المجموعه الاخرى وقالوا شكون المجموعه الاخرى؟ جنيد عبد الجواد والمجموعه الاخرى اللي كانت تدعو والتي لا 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 وقت حتى فوزي لا التي كانت مش لازم نذكر الاسماء برش نعطيك بالتموقع السياسي افضل اللي كانت وقتها طارحه ال 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 يشدوا الحزب ويخرجوا من الحكومه فخذا سي جنيدي التنسيق. من اللي خذيت تنسيق كنت مع الفتره قصيره على سي هشام كنا ننسق بصفه دوريه تقريبا كل اسبوع وانا باتصال بشام سكيك. يعني كان ثم شقوق في وسط حزب المسار. لا لا معناها شق مع سمير الطيب وشق ضد سمير الطيب. بعد انا عمري ما خدمت بالشقوق وعمري واعتبرت كلهم رفاقي بما فيهم حتى الناس
توا يعتبروه من الناس اللي موجودين توا اللي مختلفين معايا، كانوا اصدقاء معايا وساندوا في الخط السياسي نتاعي بما فيهم الامين العام الحالي، بما فيهم الامين الى فتره متقدمه كان يدافع على نفس المواقف يدافع عليها. وبالتالي ما نقعدوش برشا في الموضوع هذا، فقط انا شنو نقول راهو انا ماذا بيا واحد بالنسبه لي انا اللي السياسه تعلمتها هي حقبات سي دي باليي. احنا بعد الثوره دخلنا هيئه اللجنه نتاع سي عياض بن عاشور باش ندافعوا على الدوله الوطنيه ودولتنا تقعد قائمه والشاري تخرس والماء يتقص وضوم يتقص الى اخره. ثم الهيئه هذيك ونحب نحيي سي عياض والناس اللي كانت فيها، سيتي لونتي شامبر بتاع الثوره التونسيه. النصوص الكبيره اللي خرجت توا حتى مناشير ومراسيم ما زالت توا سارت المفعول من الفتره هذيك، سيتي لونتي شامبر لا ريفوليسيون، لونتي شامبر جيري ايديولوجيك دو لا ريفوليسيون تاعنا نحن داكوردو. وبعد ذلك مشيت للمجلس التاسيسي ولم اطلب لاخر لحظه ما كنت باش نترشح. وبعد كل الحقبات خلينا في المسار، خلينا شوية بشوية في استقالتك من حزب المسار شوية ورفاقك اللي قالوا شوية انك ضحيت أنا اليوم بحزب لا المسار. لا لم اضحي، لم اضحي من اجل منصب الوزارة ثم من اجل الانضمام الى حزب التحرير. 2014 انا قراءتي هي التالية، مش تعرف الموقف عنده حتى علاقة بالشيء اللي يقولوا فيه، هي كلها قراءة سياسية. انا موقفي انا 2014 غلطنا وخسرنا وخلصنا ثمن، الهدف نتاعنا هو خلق توازن في المشهد السياسي، تخلق التوازن زي ساهمنا فيه كثير في جبهة الإنقاذ وفي الاعتصام الخير، ولكن في المحصلة خرجنا خاسرين. قلت أنا اليوم يلزمنا نشارك لخلق التوازن الجديد ونتلافى السلبيات نتاع 2014 اللي وصلتنا للوضعية اللي احنا فيها. وبالتالي أنا لما ريت أن نرفض نحبوا نقعدوا مكتب معناها نادي سياسي صغير دون أن يكون لنا فعل، وأنا لا أؤمن السياسة غير فعلة. أنا ملي شديد السياسة سواء كنت نطق رسمي في التجديد المسار أو أمين عام المسار، كنت أريد لهذا الحزب أن يكون فاعلا. أنا ما نحبش نشد تركينتي ونعبر على مواقف تعجب الناس كل، ولكن في الحقيقة ليس لها فعل على السياسة. أنا اليوم نحب في 2019 العائلة متاعي نحبها تفوز بالانتخابات، نحبها تنتصر الانتخابات، نحبها تمارس وتطبق الدستور هذا وكل ما ورد فيه. وتحبها زاد العائلة اليسارية نتاعك تحبها تدخل تنضم إلى الائتلاف الحاكم وهذايا وهذا ما قاله وهذا ما قاله فوزي الشرفي. لا مش صحيح. فوزي الشرفي قال راهو الحزب حزب المسار تضرر من مواصلة الأمين العام السابق سمير طيب مشاركته في كل اللي حزب يوسف الشاهد. مش هذا الموضوع صحيح كلام لا مش صحيح غلط مش غلط علاش؟ لأنه أنا هو النهار اللي حزب كل ما تحقق في وزارة الفلاحة تلقى الناس تشيد به إلا في حزبي، ولا نهار يقول والله يا المرأة الريفية 500 ألف مرأة ريفية عندها التغطية الاجتماعية، هاو نقاط بيع المرأة الريفية، هاو تعمل هذا هاو تعمل هذا، ولا كلمة. وكانهم ليسوا معنيين بوجودي في حين أنه وجودي كان يفيد الحزب، ما كانوش يرغبوا في أن وزير الفلاحة سمير الطيب يفيد الحزب، بل بالعكس كانوا يحبوا يظهروا اللي فما قطيعة بين الوزير والحكومة وهذا الحزب. هذا مش صحيح، لأن عنده تقييمهم الخاص. لا سامحني، عنده تقييمهم. شكون اللي من هو صاحب المبادره في حكومه الوحده الوطنيه؟ شكون هو حزب المسار؟ واليوم تجي تقول لي حكومه ما تعنينيش وانت وراء الحكومه، احنا عملنا المبادره هذه حكومه الوحده الوطنيه وصار الحوار الوطني 2016 وصار الحوار الوطني قبل ما تتشكل الحكومه وقبل ما يتعين استشهاد راس حكومه. وبالتالي ما عندناش مشكله مع الحكومه، احنا كانت عندنا مبادره وطنيه وحطتنا في قلب الحدث. من بعد جيت تقول لا الحكومه ما تعنيش، الحكومه راهي وليده الحوار الوطني، والوثيقه اللي احنا عملناها اللي كتبها سمير طيب خط يده. ولهذا اليوم من تنكر مش سمير الطيب الجزء اللي اليوم اخذ الحزب اللي هو مجموعه جنيد الامين العام والمجموعه اللي معه. خليني مش نذكرك بسمير الطيب في 2013 وقت اللي كان سمير الطيب في اعتصام الرحيل، وكان سمير طيب يعبر على مواقف تقريبا مختلفه 180 درجة. نبين لك كل المواقف هذه لا تختلف في شيء. خلينا نشوفوا سمير طيب فيرسيون 2013. اليوم سينطلق أسبوع الرحيل. أسبوع الرحيل هو الأسبوع اللي قررتوا أنتم أنكم ترحلوا الحكومة، لأنها الحكومة ما حبش تفهم روحها، فهمناها بالطرق الكل، باللغة، بالمال، بالعلوم، بالحسابات، بالأرقام، بقفة المواطن،
مشاكل أمنية بالقتل بالعنف، فهمناهم كل شيء. يا ولادي راكم شلتوا أرحلوا، قالوا ما شلناش ونحبوش نرحلوا. حكومة الغنوشي تنكروا هذا، راشد الغنوشي قال لك حكومتي نجحت. لماذا حكومته نجحت؟ لأنه يريد أن يبقى في الكراسي بتاعه. ناس شدوا الكراسي يحبوا يبقوا في هالكراسي إلى لست أدري معناه وين يحبوا، حتى لين البلاد هذه تغرق. هذا سمير الطيب فيرسيون 2013. أيوة. اليوم سمير الطيب تقريبا مختلف 180 درجة على سمير الطيب هذا. سمير الطيب هو نفسه، باش نفسرلك علاش قبيلك يقول لك السياسة عندي أنا سي دي باليي، ما حبيتش تسمعني وقصيت عليه. لا سمعت. لا قصيت عليه ما خليتش كامل. ها باش نقول لك. اليوم بعد 2013 شنو اللي صار سي ناجي؟ صار اعتصام الرحيل، صار الحوار الوطني كان رافضينه. لا 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 اسمعني عاد باش تعرف اللي ما تغيرش. صار الدستور هذايا اليوم اللي يحكي على الهوية البرة أوت، واللي يحكي على أمور أخرى معارك وهمية، هاو العقد اللي يربطنا أحنا التوانسة الكل مجتمع التونس، هذا موجود، هذا يتحقق اليوم. واحد اثنين صارت انتخابات، صارت انتخابات وصار بها التوازن السياسي. ثلاثة اليوم بعد الأهم من هذا الكل واللي معرفش معنى المبادرة متاعنا والحوار الوطني ما فهم حد شيء. صار بنقردان البلاد كانت قاب قوسين، الدولة الوطنية كانت باش تنهار، كان باش يكون عندنا إمارات في تونس. وقلنا وقتها قلنا يلزم حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ تلم العائلة الوطنية، لأن تقاسم الوطن مع الناس كل، حتى مع الناس اللي نخسر. سامحني 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 فقط الكلمة هذه وأنهي. اليوم احنا بعد بنقردان، وأنا في 2014 بعد الهزيمة خرجت، كيسألوني قالوا لي هاو سي الحبيب السيد على رضا عليك، قلت أنا لا أشارك في حكومة ائتلاف حزبي فيها حركة النهضة. والصورة اليوم تحكم معهم اليوم. سمحني هات خليني كمل. والصورة الوحيدة أرجع للألفين جانفي 2015، والصورة الوحيدة والإمكانية الوحيدة اللي يمكن أن نكون فيها مع حركة النهضة هي في حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد. وهذا اللي صار بعد بن قردان والحوار والحكومة نتاع يوسف الشاهد الأولى، حكومة وحدة وطنية، هذا اللي صار وهذا اللي مشينا فيه في حزب مسار متفقين. باش نذكرك سي سمير اللي حزب المسار 180 دقري. حزب المسار وقت اللي معناها جمدت مهامك كأمين عام في جويلية 2018 دافع عليك بشراسة. ونذكرك اللي مثلا جنيدي عبد الجواد معناها دافع عليك ضد يعني فك الحملة والانتقادات اللي توجهت معناها لشخصك، وقال سمير طيب راهو عنده رؤية إصلاحية في قطاع الفلاحة وعنده حلول وما إليه. يعني اللي تقال اليوم داخل حزب المسار وخارج حزب المسار أن سمير الطيب تنكر لنضاله السياسي، تنكر للحزب اللي تعلم فيه السياسة، الحزب اللي منه هو وصل إلى الحكومة ثم ينقز إلى حزب تحرير تونس. لا 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 مش صحيح، مش صحيح. لأنه شوف احنا توا شوف نحبوا نرجعوا وكأنه سمير طيب عنده طموح شخصي وفردي يحب يبقى. شوف اليوم اللي يجي عدي معي نهار في الوزارة تقول مسكين هذاش قاعد يعمل وكان يروح. مش حكي الوزارة، أتوجه الوزارة بشوي. أنا شو نقول أنا اليوم فما خلاف على الخط السياسي العام، ولكن لما حاولنا الناس تحاول تفرض بالقوة خط سياسي جديد ضد خط اعتمادا او استغلالا لغياب الامين العام اللي هو في مهمه وفي وظيفه حكوميه تاخذ له عام عامين ولا عامين ونص، هذا هو اللي ما قبلتوش. هذا سبب يخليك تستقيل من الحزب؟ فما خط سياسي كامل اليوم. انا اعتبر ان الخط السياسي الحالي ماهوش خط سياسي تاع المسار اللي نعرفه انا واللي تربيت عليه وعش فيه محمد ابراهيم. هذا كان المنطق هذا نطبقه. احمد ابراهيم راه ما دخلش لوزاره التعليم العالي، راه ما دخلش، كان نفس المنطق هذا نطبقه. راه احمد ابراهيم اللي قال ندافع على الدوله الوطنيه راه ما دخلش لوزاره التعليم العالي. سي سمير فما شكون اللي يقول انت حر ابريتو في اختيارك حزب تحيه تونس او اي حزب اخر، يعني بعد ما تستقيل تمشي لاي حزب اخر، لكن ترش معايا أنه أغلب السياسيين وهذايا اللي يتقال في عمليات حتى في عمليات صبر الآراء أن السياسيين خانوا ناخبيهم وخانوا أحزابهم، غيروا مواقفهم، غيروا أفكارهم، غيروا مواقعهم، وحتى نواب البرلمان يعني أنت أكيد راك تتبع يعني برشا نواب تقريبا فما اللي غير ثلاثة أو أربعة أو خمسة كتل برلمانية ويعاود يرجع يعني.
انا والحاجه انتم خبتوا مره واحده في المجلس الوطني التاسيسي، واعتقد انه ما خنتش امانه الناخبين نتاعي. قعدت في الكتله الديمقراطيه؟ مش قعدت في الكتله الديمقراطيه، خرجنا وكنت نطق رسمي باسم النواب المعتصمين وشاركنا في الحوار الوطني وخرجنا وجا الدستور هذا، وبالتالي ما خنتش الناخبين نتاعي اللي طلعوني على اساس برنامج ديمقراطي تقدمي حداثي اجتماعي على خير خير، ما خنتهمش. هذه مره وحيده انتم خبتوا فيها، دونك ما نجموش يحكموا علي اني خبت مره ثانيه وخنت الامانه. الان انا وزير فلاح انطلاقا من مبادره خذيناها حزب المسار ولمينا فيها الطائف السياسي الكل، واللي تغيب على المبادره هذه هو من غيب نفسه، وانا نقصد الجبهه الشعبيه دعيت ولكنها غابت، وبالتالي هنا وين الخيانه؟ ما فما حتى خيانه. اليوم قراءه سياسيه تختلف من جهه الى جهه. انا نعتبر اليوم ان هذه الحكومه قامت في الظرف الصعيب هذه بما يجب ان تقوم. بتبعها تقييم الوزراء يختلف من وزير لآخر، ولكن عموما الحصيلة سي سمير وانت وزير فلاحة وتبع في الأرقام وتبع في المعطيات، المؤشرات تقول عكس هذا. لا مش صحيح. تقول عكس هذا سي سمير. مش صحيح. ثم نسبة تضخم مرتفعة، ثم عملة وطنية عاملة شوت، ثم مقارنة بالأورو مقارنة بالدولار، ثم نسبة مديونية عالية، ثم ميزان تجاري مختل، ثم عجز تجاري كبير، والناس تشكي سي سمير، وغلى معيشة، ثم مؤشر متاع أسعار قاعد يطلع بشكل رهيب، معناها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. نجيو نحكيو الحكومة اليوم، خلينا نكمل لك في نكملوا فيه. تو تعطيت صورة سوداوية للحكومة. مش سوداوية، لا صورة واقعية. تو نعطيك أرقام أخرى اللي ما تحبوش تقول عليها. صورة واقعية. أغلب تراش معايا اللي أغلب وزراء الحكومة هذه غيروا أو خرجوا أو انسلخوا من أحزابهم. نعطيك على سبيل المثال معنا زملائك في الوزارة، رياض الماخر، فوزي عبد الرحمن وغيرهم، يعني وزراء حزب أفاق تخلاوا على حزبهم من أجل البقاء في الحكومة ثم الانضمام لتحية تونس، وزراء نداء تونس كيف أغلبهم خرجوا انسلخوا عن النداء، وكأني يعني وكأني الحكومة هذه يعني معناها الكونيكسيون بينها وبين تحية تونس ما شاء الله، معناها أوتوروت، يعني الحكومة اللي يدخل الحكومة يلقى روحه من بعد في حزب تحية تونس. ماهوش صحيح. ماهوش شو السر في هذا؟ ماهوش صحيح على خاطر شو السر؟ شوي ما فما. قبل ما تجاوبني سي سمير باش نسمعك تصريحك اللي أديت به في الندوة الصحفية اللي عملها حزب تحية تونس اللي أعلن فيه على انضمامك لتحية تونس أنت والسيدة سلمى بكر. هذه دعوة للعائلة الديمقراطية الاجتماعية الحدثية أن نلتف حول المشروع هذا، فيه كل مقاومة النجاح، ما هوش حزب قائم بذاته دخلنا فيه، هو مشروع قاعد يتبنى، مازال لي كونتور نتاعو مازالت ماهيش حاضرة 100%، فمع بعضنا يلزمنا نبنيو في هالمشروع هذا، نأسسوا لهالمشروع هذا. إيش معناها مشروع سمير؟ حزب تحية تونس عنده مشروع؟ احنا انا قلت مشروع في طور البناء، وبالتالي احنا شفت انا دعوه تكون وجهتها. انا انتمي لنفس هذه العائله، ما بربي تصحيح فقط، خاطر تو سميت وزاره نداء. اليوم عندنا في الحكومه وزراء مازالوا في النداء وشاركوا في مؤتمر نداء الاخير. قله قليل. لا الاغلبيه مشاو. الاغلبيه تحكم شكونهم؟ لا ماهو صحيح، الاغلبيه هم اللي مازالوا البر. شكون اللي عندك على الاقل ثلاثه او اربعه وزراء هم في نداء تونس الان؟ هم في نداء تونس، في حين عندنا زوز ولا ثلاثه وزراء هم مع تحية تونس. هذه حاجه. اثنين، افاق تونس فوزي بن عبد الرحمن خرج وعرضت عليه وزاره اخرى ورافضه. كان جاء الشيء اللي تقولوا فيه انتم راه فوزي بن عبد الرحمن، انا كان بالامكان ربما انه كان جات في وضع اخر كنت نجم نرفض. رياض لما خرج من حزب افاق فما ناس واختار البقاء في الحكومه. علاش اختار في البقاء؟ علاش ما تقولش انه امن بمشروع مجمع وقادر انه يخلق توازن سياسي في 2000؟ وانا نقول انه الاداه الوحيده اليوم في المجلس. تحية تونس عنده مشروع، الحزب الاخر ما عندهش مشروع؟ ما قلتش المشروع المجمع. لا المشروع. لا المشروع المجمع. شوف انا قلت لك في 2019 نحب العائله نتاعي تفوز في الانتخابات في 2019 باش تحكم وتواصل العمليات الاصلاح، هذا المطلوب وهذا الشيء اللي اسعى له. قلت لك السياسه سي دي بالي مون بالي اكتوال. سي سمير ذكرني بنفس الكلام اللي تقال على نداء تونس في 2014 انه حزب عنده مشروع في مقابل المشروع الاخر
النهضوي مشروع الإسلام السياسي. سيناجي الكلام هذا ما يتقالش لينا. لا لا الكلام هذا ما يتقالش لينا. تعرفش علاش؟ لأني أنا في 2014 المناضل اليساري. لا لا سمحني الحداثي التقدمي. أنا ما يتقاليش الكلام هذا. علاش؟ على خاطر في 2014 عرض علي رئيس حزب نداء حركة نداء تونس أن حزبي ينصار في قائمة نداء تونس ويضمن لي 10 مقاعد، فرفضت ذلك باسم الاستقلالية الفكرية حكيتك عليها قبيلة، وأنا ما زلت مواصل. لكن أنا اليوم نعتبر أنه حزبي رافض. ماكش نادم رفضت العرض هذا؟ فيها قراءة. نجم نقول لك على الأقل لو عندكم 10 مقاعد في البرلمان، أنتم الحزب غير ممثل في البرلمان. نجم نقول لك الكلام هذا صحيح، لأنه أكل الفوت يوتيل أكثر متضرر فيه كنا إحنا اللي خرجنا بعشرة نواب. معناها خرجنا من مجلس تأسيس بعشرة نواب رجعنا بليش. ولكن مع هذا معناها أنا كان المنطق هذا جا سليم، راني دخلت نداء تونس وكنت رافض وعملت تصريحات حتى أغضبت نداء تونس، قلت له كان بطل السياسة ما تخش نداء تونس. لكن دخلت تحية تونس ما عنده حتى علاقة. هو مشروع في البداية ما عنده، بل بالعكس مشروع تحية تونس هو في إطار البلورة. وإحنا شوف شنو التوجه العام؟ توجه العام حزب يتبنى على فكرة، يتبنى على برنامج، يتبنى على مشروع. التوجه الناس اليوم ما تعرفش تحية تونس شنو المشروع نتاعو. هو إعادة مشروع باش نعطيك الركائز. هو خلق اقتصاد اندماجي، معناها اونيكونومي انكلوزيف لا تهمل الفئات والافراد والجهات. وهذا انطلقنا فيه في الحكومه، ولكن بطبيعه الحال خليني مش نوصل واحد اثنين. هذا مشروع يقوم على استقلاليه وسياده البلاد هذيا، لانه اليوم اللي حكيونا على لافامي هذا شعار قالوه برشا حزب. لا سمحت مش احنا اليوم مش احنا مشينا بساقينا لافامي، هي الحكومات السابقه. احنا جينا لقينا احنا قاعدين نحسن في شروط التفاوض مع المنظمات والمؤسسات الماليه العالميه. لكن عملتوا نسبه مدونيه عاليه. صديقي يجي شد الماليه، خليتوا برشا قروض. شوف الماليه القروض، والله القروض في ظروف البلاد هذية لو كان ما خديناش قروض هذية راو ربما الناس ما خلصتش في شهرها في البداية. ثم أنه برشا نعطيك مثال الفلاحة. اليوم التيتر دوم تاعي أنا كان جينا اعتمد تنمية الفلاحة فقط على التيتر دوم تاعي أنا، راه عملت حتى شيء مشاعر عمو فيها. اليوم للدوتير ثلثي احنا ناخذ في قروض في الفلاحة للتنمية، ثلثين المشاريع التنموية متاع وزارة الفلاحة هي متأتية من التعاون الدولي، هي متأتية من التعاون الدولي. لكن ولا يكفي حكومة تتسلف باش تخلص موظفيها وعوانها، وصلتوا تتسلفوا من البنوك سي سمير، من البنوك التونسية الوطنية. هذه وضعية ورثناها تتسلفوا، معناها اللي يقول القائل احنا جينا نلقاو وضعية بالعكس وضعية المالية احنا قاعدين نحسن. ما حليتوش المشكل يا اخي، ما تحسنش. يا اخي من قال وقتاش سمعت نهار يوسف الشاهد او احد وزراء قال احنا راهو عندنا زر سحري وبنزل عليه باش نحلوا المشاكل. ولكن سمح. لكن في كلامه في الخطاب اللي عمله في مجلس النواب وقت ما الحثيكا الثقه قال اللي احنا مش نظهر بالاقتصاد، واعطاه بعض ارقام قال باش نوصلوا لها 3% نسبة نمو، قال باش نخفضوا في ماناش بعد عليها 3% في الميزانية وباش نخفضوا في احنا ماناش بعد عليها، والعام الجاي باش نتجاوزوها واحنا في 2.7. لكن شنو الفاتورة؟ 2.7 شوف اسمعني، اليوم المالية العمومية تحسنت امورها. اليوم حتى المديونية ماشية، وحسب اليوم برك نقرا في تقرير نتاع راجل اقتصاد ما عنده حتى علاقة، سي الهاشمي علي ما عنده حتى علاقة بالحكومة، يقول ان التوجه نتاع المديونية ماشي نحو الانخفاض معناها نسبة للبي بي. دونك اليوم فما تقرير زدت قريته، معناها تحكيو كان على اليوم. يوسف الشاهد رئيس الحكومة قال وعد التوانسة، قال 2019 باش تكون آخر عام صعيب. وأنا وإحنا توا تقريبا في أصعب عام. لا لا إي ويذولي الأمور مازالت في الفاصلة. أسمع والمؤشرات مازالت. إيش نقول؟ ما لو يعني الرؤية المستقبل ماهوش واضح. صديقي ناجي، لو كان الحكومة هذه وكان يوسف الشاهد على رأسها كان اختار حل السهولة كما الحكومة السابقة، رانا نعجبوا التوانسة ورا أمونا باهية، رانا فرقنا أبري موالو ديلوج تو الجي بعد يتورد. أنا شو نقول؟ ونعطيك مثال دائما نرجع فلاحة، نقول وزير الفلاحة في 2020 صح عليه، لأنه الصعيب الكل عملناه، لأنه اليوم الموارد المائية، اليوم الإنجازات في الماء، وهذا صالح لعديد الوزارات وصالح حتى الحكومة. راضي أنت على أداء الحكومة؟ في الوضع الصعيب هذايا، بتبعت حال ماهوش 100% رضا، وقلت حتى أداء الوزراء وأنا من وسط الوزارة فيه متفاوت، ولكن عموما لا يمكن طيب. لا يمكن لحكومة أخرى أن تفعل أو تصنع أحسن مما قبل الحكومة. لو كان جاء سمير الطيب خارج الحكومة
كي لو كان نسألك كيفاش تقيم أداء الحكومة؟ أنا نجاوبك بكل صراحة. شوف أنا نحب نضحك. نحي الكاسكيت تاعو. لا همش نحيتها. همش نجاوب. أنا بكي نحكي معك سياسي. خلينا تلو. شوف أنا في 2013 علي العريض وزير داخلية في المجلس الوطني التأسيسي. قاعد هو الله يرحمه سي نص بن سالم. خذيت تصريح وقلت بعدها وقتها سي علي العريض عمل تصريح في جريدة لوموند. قلت له تصريح هذا تصريح رجل دولة، وكان هذا طبقه تصريح رجل دولة. أنا نتعامل بمسؤولية وقت اللي ننقد لأسباب وجيهة وجوهرية. وقلت تتفكر وقتها قلت سي نص بن سالم أسألك الرحيل لأني كنت مختلف معه. معناها أنا كان جيت في المعارض صحيح جو ميتري لاكسون على السلبيات، ولكن في نقص الوقت لا أهمل أن فما إيجابيات وفما تقدم وفما إيجابيات وفما الفريق تقدم. الوزاري اليوم في حكومة يوسف الشاهد هل هو فريق متكامل؟ أداؤه مقبول مش مقبول؟ أنا قلت أداؤه ضعيف أداؤه جيد؟ شوف شوف عموما أداء الحكومة أداء الحكومة في الظروف هذه عموما يعتبر أداء طيب وإيجابي، ولكن هذا باختلاف بطبيعة الحال أداء كل وزارة وكل وزير. ما لازمش تنحي كاسكيت الوزير سي سمير وتعطيني التقييم الموضوعي. وأنا نتفاهم أول حاجة على كل اللي قايم راهو اللي قايم الحكومة اللي قايم الحكومة والوزراء هو رئيس الحكومة، وتعرف انه كان ويقيمها الراي العام ويقيمها الاعلام ويقيمها الخبراء وتقيمها احزاب المعارضه ايضا. اللي فما في صفوف احزاب المعارضه اجماع على ان اداء الحكومه هزيل. شوف في المجال الاقتصادي على الاقل، ما نحكيوش على المجال الاجتماعي. تو سامحني تو كي تسمع هذا ما يتقال. كي تسمع التقييمات نتاع اطراف مش كلها أطراف فيها الطاغي عليها الشعبوية. أي. اللي باش تعملوا شكون يا الشعبوية؟ يمينا وشمالا جزء منها جزء من الجبهة الشعبية من الشعبوية بتبيع. لما في كل ما كل إجراء تاخذه قفة الزوالي ولا شو كلام هاو نداء تونس كلام عندوش معنى هاو نداء تونس يقول إن الحكومة هذه حكومة فاشلة. وقت لي صرح وقال أنا اليوم ما عادش عندي وزراء، وقلت الوزراء متاعي باش تلتحق وما التحقوش وأنا في المعارضة. أكيد أنه مش عام تصريحات هذه. خلينا نخرج فاصل ونرجع نحكيه على الفلاحة سي سمير.